أعذار قليلة تفصلهم عن أهلهم في سوريا. 53 عاماً مرت على سقوط الجولان السوري في يد الاحتلال الإسرائيلي. هذه الأرض قضية سوريا الأولى المستغلة من نظام الأسد الأب والابن حتى يومنا هذا. وأكثر ما يثير الشبهات هو تهجير القسم الأكبر من سكان الجولان ومنعهم من العودة إلى أراضيهم. يعيش في الجولان السوري المحتل اليوم 4000 من السوريين أبوا الخروج من أرضهم رغم كثير من الضغوط حيناً والإغراءات حيناً آخر. في عودة للماضي وبحسب تصريحات وردت ضمن تقرير نشرته سلطات الاحتلال الإسرائيلي لقائد ما تسمى المنطقة الشمالية، فإنه كان يسكن في الجولان قبل سقوطه ما بين 130 إلى 150 ألف سوري، تم ترحيلهم بشكل شبه تام بعد حرب 1967. الاحتلال الإسرائيلي أوضح في تقرير عسكري صدر في 6 من أيلول عام 1967 نشرته صحيفة القدس العربي مؤخراً دوره في ترحيل سكان الجولان عبر عمليات النهب والسرقة التي قام بها جنوده، واعترف بها من خلال قيامه بمنع السكان من العودة. أما من عاد فقد تم اعتقاله وتم تقديمه إلى محاكم الاحتلال العسكرية. واليوم يعود الحديث عن الجولان للواجهة من جديد من خلال فيلم سينمائي تخفي أوراقه وما خلف الأضواء تاريخاً مظلماً من عمليات تفريغ الأرض من أهلها، ليبقى من تبقى منهم متمسكين بأرضهم ورافضين للجنسية ومحافظين على عاداتهم وتقاليدهم ولغتهم التي أبت أن تندثر مع مرور الأجيال.